السلام عليكم، يسعد اوقاتكم. اليوم انا حاب اعرض لكم هذا العود. هذا العود عبارة عن قصعة صدف كاملة، صناعة مصرية. هذا صدف طبيعي رهاج، مش صدف تلزيق ورق. انا حاب اسمعكم صوته. طبعا هذا بيجي معه شنطة وريشة وبيطلع معه اوتار ديار، اوتار تركية. اسمعوا صوته واعطوني رأيكم في التعليقات. Thank you.